بيت المجد. الليلة ضيوفنا كثير حلوين، ضيفنا مجد ابن علي ابن صباح الفوعاني بعلبك، وغيره بدل الضيف اثنين. نعم، ضيفنا الثاني ايوان ابن مروان ابن الست ضحوك ابن صيدا. هات البارودة خوصلو. هلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عيب الشوم. اهلا وسهلا فيكم يا اهلا بالشباب. تستموا دياتكن يا شباب. شو هالهدايا الحلوه، يعني ضيوفنا مزوقين كثير الليله، معزبين حالكم. لك يا لطيف شو معزبين حالهم، بس مشان ما نحكي هلا بنغني الى القتال يا شباب، بعدين بنحكي. حيني وقلبي بحبك مبتلي، بوجودك عمري حيني وقلبي بحبك مبتلي، عيني ربك شو بحبك يا ابن الديك يا السهرة والعاني بعتبة وأحلى غناني، عنا السهرة والعاني بعتبة وأحلى غناني، أهلا وسهلا بعلبك مجد يا ابن الفوعاني. موالو اوف ويابا، جينا نسمع
معتابة موال وقوف ويابا كرمال عيونك علو هالدار رفعنا عتابة جنني حب النسوان عدروبة قلبي ولها جنني حب النسوان أهلا وسهلا بن صيدا أهلا وسهلا بن صيدا هالغالي الأسبوعي ودايا لك وردي قطف لك كبوش كبوش بدي حوش لك وردي قطف لك كبوش كبوش هيدي فرقة الماجد معها خالد النبوة يلا يا خالد خالد ولك عشرة يا أول يا أول يا أول أهلا وسهلا شرفتو جوا قلبي شرفتو أهلا وسهلا شرفتو جوا بقلبي شرفته وتشرفنا بالحلوين وتشرفنا بمعرفته وتشرفنا بالحلوين وتشرفنا بمعرفته ولي وتشرفنا بالحلوين وتشرفنا بمعرفته يا هلا يا عيب الشوم يا عيب الشوم ايه عن جد ليش معذبين حالكن يا روح قلبي هاي الجره هاي الجره ليش هاي الجره بعدني بتذكر ايام ستي قبل لما كانت الجره يعملوها هن بايدهم ويعبوا من ميه نبعتهم ليش انتوا عندكم بتصنعوا جرار فخار ايوان بضيعتكم لا بس انا هاي الجره بتذكرني بضيعتك باصولك يا حياتي بتذكرني بالاصاله ان شاء الله بيسلموا ايديك يا حبيبي ابو جوزيف بس لو بتحطها مطرح بضل يتذكر ايوان تمنى كون اعزف برا بابي مضت ايام ما اطلع برا بابي والله اسمع يا
ولي يا ولي يا ولي معتر يا دلالية. هاي الربابي شو؟ هلا طلعت عازف ربابي ونحن مش عارفين. يا انا كل عمري عازف ربابي. لك يا عمي هاي اول مره. لك يا عيب شو عليك. يعني يا ماجد منيح جبت الربابي لنكتشف علي العازف. ولا مره ما قلتي لي اعزف لي على الربابي. ولا مره اجى على بالي. لا غلطان كثير. ياما تحت السواقي دواهي دواهي وياما خلف المراعي في ديار. ان شاء الله بيعيشوا ايديك. خلي لي قلبك. هاي الربابي احكي لنا قصة كبيرة ببعلبك. هيدي الربابي فيها ريحة بعلبك وفيها ريحة البقاع. نعم. لأنه أقل شيء يجيب لك هيدا الشيء لسبب. أنه أنت بالأول قلباً وقالباً عم أقول لك إياه وكل العالم ما بدك شات يعني. الله يطول عمرك. أنت الأول باللون الشعبي بالوطن العربي. لك الله يطول لي عمرك. فزير العتابة مين ما ممكن معه الربابة؟ لغ الله لا يحرمني الملك. لو عايش انت بضيعة مثل ضيعتنا شو بتحس كانوا العالم بتسمع؟ انا بحس عبد الحليم ايام دراستي المدرسية قبل الجامعة كان كتير بعده عايش. حسيت هلأ مات شوي. فأكيد يعني بين الجيل الجديد بطل قد قبل يسمعوا. عبالي حلمي انه يرجع فن عبد الحليم ومدرسته بليغ كلها تكون موجودة. احزوش شو اللي انا مجنني هلا اليوم. ايوان اسم صار معروف يعني ماركة مسجلة انه اسم ايوان المطرب ايوان مين وين ما رحت. بس انه تتفاجأ انه ايوان اسمه محمد بعصيري. شوف له الاسم الحلو والجميل زقفي لابو حميد. لك حياتي يا حمودي. كيف بدي يكون كثير نسوان مثل ما قلت له بالاول وما يكون اسمه ايوان؟ لا ما ضروري. لا هو ما انه هيك. بس مين نقالك الاسم يعني؟ نقته زميلتي نورهان وادارتي السابقه. وبصراحه لما كنا عم ننقي الاسم كان في معنا موسيقي ناصر الاسعد. ايه طبعا تحيه. قال شو هالاسم وبعيد كثير عن اذن الناس عنا. رجع بعدين بس رجع الاسم. سبحان الله بيقولوا الانسان بيحل اسمه وهي جمال الشغله بجمال روحها. فالاسم رجعوا حبوه الناس وصار ايوان. لك يا حياتي انت. لك اهلا وسهلا بايوان محمد العطار. مجد ما تغير لا الاسم ولا الكيني ولا شيء. تغير الاسم. ها؟ الاسم. شو الاسم كان؟ الاسم نايف. ولك اهلا بنايف. عاوز نايف فعاني. ومين غير لك اسمها؟ انا. شو قلت؟ انا سميته مجد لانه خيي بابا كان يحب يسميه امجد لخيي وسيم. ايه فبحبوا امجد ومجد بالبيت. وسئبت كنت عم بحضر مقابله للموسيقار ملحم بركات. ايه فعم بيعتوا له كل وقت بمجد بمجد بمجد. فالمجد لله في العلا وعلى الارض السلام. فبحب اسم مجد كثير. عيني عليك. حلو كثير. حلو حلو. بس انا اسمعي نايف يا وتاري ابكي وعني بورا مزرح خليني اسمع فني بعالي الجحجاح ونايف ابكي وعني علو شراح. اسم نايف اسم حلو كتير. تعرفي شو انا اللي بيصلني والله العظيم بغيروا اساميهم. هلا في عالم صح لكن في عالم كتير صح. يعني في عالم انه اخي انا خلص هيك بدي اسمي اسم. هو اسم جدي يعني انا نهار اللي لا جدي نايف. نايف حلو اسمه. حلو اسمه. نهار اللي توفى هو خلقت انا. بس بدنا نحكي الصراحه حسيت مجد فني اكثر من نايف. اكيد ايه. هات يا خي نايف الحبيب. هات لشوف شوف اذا بيرد ماشي وحدي بقى نايف ابدا تفق عليه بدي غني نايف. هل يا يوم معي معني بنيتي لاني غالي عليك يا يما ماني بنيتي لاني غالي عليك خليني الحق علوش خلي هات الحق علوش. لك يا مجد لك الله بيرضى عليك عشان هي الله هي الله هي الله
انت عين وحسن عين وحسين اغلى من الاثنين. انت عين وحسن عين حسين اغلى من الاثنين. حلو يحميكن الله والمسيح وداحي البواب ابو الحسين. يلا عرب 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 باعني صوت القصب جنني واني لا سهر طول الليل واني لا سهر طول الليل. هلو علي يبعد عني عنا. والله والله لك ما عنا يا غلا منا ما عنا. والله والله ما عنا. أنا بكبر بوجودك ومن قلبه طيب أشكرك. سلم هالصوت يا ماجد بتجنن. عقل خليلي اياك. ايوان ايوان سمعنا فورا. عالروض تاعي معي جريس يا طيب انفاسي. حلو. ودقات قلبي اسمعي غيرك ما يعبي راسي. هيا للقطة عالروض ضلي معي جريس يا طيب انفاسي. ودقات قلبي اسمعي. شو قلنا؟ وغيرك ما يعبي راسي. وغيرك ما راسي 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 راسي. بليز شكرن عني. شكرا لانك نعمتوا فيا لجريس. شكرا. هيك قلت انا غناها. ايوان خدنا على مود تاني. هات لشوف وين بدك تاخذنا. غني لسيد مكاوي كرمال هالقعده الحلوه. حلو. ابشر. هات ابشر. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة وبقدم أحلى فرحة ومعاها ميت مساء. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة وبقدم أحلى فرحة ومعاها متنسى. يا دل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. يا دل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. والغالي علينا غالي الغالي علينا غالي
غالي ولا عمره هيتنسى حلوين من يومنا والله والله يومنا كويسة. حلوين حلوين كتير الليلة. مرتاحين اثنين هاتكين مرتاحين اقل شيء مبين مرتاحين اقل شيء لحياتي ربنا بس قد ما كان العين ما بتعلى على الحاجب لك الله لا يحرم عيونك يا مجودي. مجودي انت ابن بعلبك ساكن بزحلي انتم سكان زحلي نعم زحلي ضواحي زحلي ما كثير بقى ضيعه زحلي مدينه لا مدينه ضواحي زحلي سعد نيلك سارة بس بتحس حالك بتحن للضيعه اكثر ولا لا اكيد شو بتحس اكيد ضيعتي انا ضيعتي على النهر يعني محافظه بعلبك هي العائلة كلها موجودة هون بتحب الضيعة؟ عم. ايه بحب الضيعة بتحب المدينة أكثر ولا الضيعة أكثر؟ صراحة يعني مجبوركم بالمدينة لا شغلك ولا لبيئتك ولا كذا بس كعائلتك وكذا أكيد الضيعة لأنه اللي بيطلع من توبه بيعرق يا عيني عليك يا ملك إيوان بيبرد إيوان الحبيب مزبوط حبيبي أنت صيدا سكان المدينة صيدا بالمدينة لا أنا الأصل من صيدا بس مواليد وبيروت وسكان بيروت يعني نفوسي ببيروت يعني انت بيروتي اي بس الواحد ما بينسى اصله يعني في صيدا وبيروت ومن الجنوب ومن بيروت ومن لبنان لبناني اكيد اكيد بس بتحس حالك بتلاقي حالك اكثر ببيروت ولا بتلاقي حالك وقت بتروح على الضيعه بصراحه دائما بقول نيالهم اللي عندهم ضيعه عن جد لانه بيروت للكل انا يعني اليوم ايوان انت كم سنه عشت بمصر كثير كم سنة؟ كتير بالقاهرة دايما بروح وبجي يعني صار لي 10 سنين إقامتي بين هون ومصر هيك بس انت الضيعة عندك قصة كبيرة بي. أكيد تعني لي كتير الضيعة وخاصة لما الواحد بيكبر شوي وبيصير متشور بيصير بيحب بيميل للضيعة يعني المدينة بطل كتير تعني لي ك يعني الشاب اللي من عمري بيعني له الصخب نوعا ما لما يكون بعده وقت الدراسة الجامعة لما بده يضيع وقت أو خلصت جامعتك واتجهت للفن ولا ضليت بيبي خلصت جامعتي وكنت عم بشتغل معه بنفس الوقت بقطاع المانجمنت والهوسبيتاليتي مانجمنت والفن دايما كان عم يحركش فيه يعني أهلي ما كانوا يوافقوا غني لخلص دراستي ايه خرج إدارة فنادق ايه أهلك ما بدهم إياك تغني ايه ما كان بدهم يعني مين يعني نزلت أول غنية بالسر بلا صورتي على الراديو شو عم تحكينا والله ليه بيك ما بده ولا اما لا كان بدهم انه خلص دراستي وانه الفن يمكن صعب شو بدك بهالشغله كنت بالجيش عم بخدم الخدمه الاجباريه ونزلت قول ان شاء الله وقتها اول غنيه ضربت شوف من اول غنيه فوقتها ضربت اذاعيا وما بيعرفوا شكل الناس وانا عم بخدم كنت كمعاون بالقصر الجمهوري ويسمعوا الغنيه بتذكر ببساطه يقولوا مين هيدا ايوان فاكرين ما عارفين اذا اصلي لبناني او لا وبس نزل الكليب كنت اوريدي خلصت مع الجيش وصارت وخلصت الجامعه الحمد لله الحمد لله وابوك اقتنع فيك كفنان خلص بده يقتنع اقتنع خلص ما بقى بده يقدر خلص اخذ الشهاده مجودي شو بيك انت احكي لي شفت عين بعلبك صعبين كمان بابا الله يرحمه تعيش خلي ابو جميل يا الله يسلمك الامور اللي صايره انه يعني كان يقول لي دروس بس كان يعرف من صغري انه انا بحب الموسيقى بحب الفن بيا ايه يعني البابا الله يرحمه كان صوته كتير حلو عندي عمي بيغني كمان صوته حلو فكان يقول عتيبة هو المرحوم رام حمد ليج وعلم هادي خليل يقول معهم يعني صوته حلو كان اصحابه كل البيئة رفعات مبارك يوسف حسون اصحابه يا لطيف يكونوا عندنا بالبيت وكذا ف انت كبير لا انا الصغير 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 بيك كان صعب عليك مجهودي؟ بي حبني اتعلم اه بدي اياك تعلم وانا حب غني اتعلم طلع الدرس لخيي والبقي له غنجك بيك بصغرك؟ ايه الله يرحمه غنجك يعني ايه لفترة ما هو تعب صحيا و... كان مغنجك ايه وما زعجك ما ضربك بعمره بيك بلا شو اكل قتل؟ بلا ايه قتل ايه الغلط بده قتل ايه كنت تغلط حتى عندي شغله عندي خالي ايه مسافر هو مرة كنت بالمدرسة أنا وجاية فالتقيت بس جينا على المدرسة بعد ظهري يعني التقيت بأصحابي ظهرين مع بي ونشر ياكلوا بوزة نعم فطلعت أنا بلا إذن أهلي طلعت معهم بالسيارة يعني في صاحبي وخي وأخته وكذا وبيهم عم سوق السيارة طلعت معه أنا فمشين مرقت من حد بيت جدي مين شافني حلو شافني ستة
شافتني ستة. ايه قالت له يا علي، خالي علي، قالت له يا علي قوم شوف نايف وين اخذوه. كان نايف اسمه، ما قال اسمه شو. ايه فلحقني قال لي، واول مره بحياته خالي بيضربني، وكانت اخر مره. فانت اكبر قدر اجي من هون معلمي، فكل ما اطلع فيها بعدني برجع عمري 9 سنين كل ما اشوف الضربه باجري. جريس ضد هاي المقوله جريس كم؟ اه طبعا. شو ضرب؟ انا بس حدا يحكي عن موضوع الضرب والولاد، ما ضرب، ما ضرب هلا، ما معنى الضرب بما معنى دماء ليس ادماء، مثل ما قال لك انتوا ايش تفهموا القصه انه موته حسن نيه؟ لا مش يعني موته هيك هيك يعني روح هيك. انا حتى هي انا ضده. إيه عن طيب طلعوا هالاولاد كل يوم ما بتشوف بابا حدا عم يسمع كلمه لبي ولا امه. مين قال لك؟ إيه لا بالعكس. لا لا هلا مع احترامي الجيل لا غير هلا غير الاختلاف. لا لا ما كنا نحن كنا 7:30 الساعه 7:30 عشيه بدنا نكون محممين وجايين على التخت 7:30 عشية. اوكي كنا بايام المدرسة. اوكي هلا اذا ما طلعت 7:30 على التخت تضربه تيطلع؟ لا ما بضربه لحما. لا لا انا بعرفك دائما انه دم متشبث اكثر من هلا. انا ولا ما قال لك هو انه موته، عم يقول لك انه عمل له طلع يا بابا. لا اكيد مش هيك عمل له بعد معلمه باجره. هلا بالنسبه للبقعه هيك ايه شفت كيف هيدا الشيء يعني قديش لو قد ما الصفعه صغيره بتاثر بالولد وبتترك له عن نفسيته شيء كثير عميق وكبير. اليوم من نظره من كلمه الولد بيفهم، مش بحاجه لتضرب. لا ما يعني الواحد بس يفلس من التربيه ومن التواصل والتعاطي بالحكي بيجي بيضرب. بس اليوم بدي احكي لها، بدي احكي لها، اتركني. اليوم بيجي واحد مع اولاده ايه هذاك اليوم احد الاصدقاء، كنت انا نازل بمكان يعني رايحك بدي اقضي لي يومين بالصيف، فنازل انا باوتيل كثير مغنجين لاولاده. جننوا الاوتيل، جننوه للاوتيل، سطلوه من كثر ما مربهن وكثير اكابر، الصحون بالبسين ايه مامي ايه بابي لوك شو ايه مامي لوك زدته بالمي احسن ما ليه هسه مامي بدها مامي وبابي يقوم وقف بقى. خلص خلصت يلا خلص خلصت ماشي خلص. يا علي انت الريدة الله، هل انت يا اغلى الغوالي؟ نعم. هل مرهون عمري بيدا لك؟ الله عالم بحالي بعد عيوني يا علي، انا لك وانت ما حد يبعدني عنك لا عمامي ولا عرب يا يا علي حبك بالروح انت تأمر وانا ضيعه، يا علي حبك بالروح انت تأمر وانا ضيعه، ولو عيوني اكنز الكون صدق صدق ما بيعه بعد عيوني يا علي. Thank you.
قلبك يمشي بالورد ومترسخ بعيد على ولك بعد عيونك يا علي انا لك وانت الي ولو عطيوني ابن زنكار سوا بالروح من طفولي عاشيري يا علي حبك بالروح من طفولي عاشيري عالوعد اسهر مانا عالوعد اسهر مانا هالحرمة تروح لغيري بعد عيوني يا علي انا لك وانت ما حد يبعدني عنك لا عمامي ولا هالي ما حد يبعدني عنك لا عمامي ولا هالي ما حد يبعدني عنك لا عمامي ولا كيف قدرتي عغيابي رحتي وما عملتي حسابي يعني حبك أكبر كذبي وانتي أكبر كذابي كيف عيونك غشوني لما حلفوا بعيوني قلبي كان في ايدك شو هاللعب المجنون يا لا بدي شوفك ولا احكيك ولا اسمع منك عذر وحياتك لا بديك لا خليك تعيش بنا يا لا بدي شوفك ولا احكيك ولا اسمع منك عذر وحياتك لا بكيك لا خليك يا اللي بكت عيني لازم تبكي علي ليل نهار يا ايوان لا 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 كنت بقلبي وبروحي عم تتسلي بجروحي هلا انا عامل لك فلي مطرح ما بدك روحي مطرح ما بدك روحي كنت بقلبي وبروحي عم تتسلي بجروحي هلا انا عامل لك فلي مطرح ما بدك روحي مطرح ما بدك روحي يا لا بدي شوفك ولا احكيك اسمع منك عذر وحياتك لا بكيك لا خليك تعيش بنا لا بدي شوفك ولا احكيك ولا اسمع منك عذر وحياتك لا بكيكي لا خليكي تعيش النار يلي بكت عيني لازم تبكي علي
يسلموا. خليني انا تفضل. تفضل جوز. تفضل سلم ايدك يا اهلا. تفضلي. ايه جوز باكل مرسي. مشان تقوي ذاكرتي. لكن انا كثير صاير عم تنسي هالايام. انا ايوان كيف ذاكرتها؟ نص نص. ما كثير عليك بالجوز. مع اني بحب الجوز والله كثير. والله يعني وجوه ما بنسى. ايه بس اسماء عندي مشكله كثير. كنت بالمدرسه كنت علمي منك. كنت بالعكس. ادبي. ادبي اكزاكتلي. ادبي اكيد فنان. اشبالك اكثريتهم بيروحوا ادبي. طلعت انا الثالث بالفلسفي بمنطقتي كلياتها. بحب الفلسفه وبحب اتفلسف مثل ما بيقول. نعم. يعني تعرفت على مطربه بمصر. ايه؟ اسمها مدحت. اسمها شفت اسمها حكمت. شفت وبحضورها قاعد عم رحب. بعدنا بالسيره. سعد شو؟ مجودي انت شو؟ انا كمان نفس الاسلوب. شو؟ انا ما بنسى كثير. ما بتنسى ولا بتنسى؟ لا الاسامي بنسى يعني. شو بحفظ وجه ايه بس اسامي بنسى. طيب شو في شغله كنت حابب تنسيها وما نسيتها؟ ما بتحب ابدا مثلا انك ما بتتمنى تتذكر قصه مثلا بحياتك. ايه لحظه وقت سمعت خبر توفى بي. بس في امور الانسان ما بيقدر ينساها بحياته مثل ما قلت مثلا لحظه الله يرحم بيك هي انت ما بتقدر تنساها. مثلا ايوان مثلا صارت معه قصه مع بي وامه ما بيقدر ينساها. الواحد جل من لا يخطئ. الواحد تمرق عليه شغلات. انت بعدين النسيان مرات نعمه. ما بيقولوا لك نعمه النسيان طبعا. مياده الحناوي بتقول طبعا طبعا. مياده الحناوي حبيبه القلب. انا صاير معي كثير قصص يعني نسي. يا ما بلتقى باشخاص مثلا اصحابي مثلا يعني بكون بعرفه يعني صاحبي. صاحبي صاحبي بيكون بنسى اسمه. لك يا اهلا بالحبيب يا حبيب كذا. واللي بتخلص حالك حبيب غالي. لا زين شو بقول له بتعرف نسيان رقمك هلا اعطيني هو لحتى سيفه ثاني مره بقوم دقه بكون حط اسمه بحفظه. شو عم اقول لك حافظتك انا ما بنسى. هذا بزمانه بزمانه اثنين ارتكبوا جريمه يعني جريمه. اجوا خطفوا بيت وحده فسالوها لهي البنت هدول اللي سرقوكي عرفتين؟ قالت والله غمضوا عيوني بس بتذكر اسمائي. قالت له شو اسمائي؟ قالت له انا بعرف اسمائي. قالت له شو قال له شو اسمين؟ قالت له واحد اسمه حبيب وواحد اسمه غالي. قال له شو عرفي؟ قالت له سمعته عم يقول له سرقت الخزنيه حبيب. قال له طول بالك يا غالي. يا غالي. منيحة. يلا حيو يلا بعلبك يلا 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 يلا. شبعي لعبيا حول وارتاح شويه. يا رات شبعي لعبيا حول وارتاح شويه. حولي عينك الله ولشيخ العاشيره بيا. يا لشيخ العاشيره بيا. يا رات شبعي لعبيا حول وارتاح شويه. يا رات شبعال عبيا حول وارتاح شوية. حول ويعينك الله شيخ العشيرة بيا. ميالا الغطرة ميالا ميالا بعلبك ميالا. عرب عرب يلا عليك. اسمع
عينك الله يا بسيط العاشر بيا يا بشيخ العاشر بيا قلت لك يا ميما على الراحة عوديني ما قلت لك يا ميما على الراحة عوديني مثل الراحة ما تسوى مثل الراحة ما تسوى ومدري حبك كاويني يا ميا إلى العصب ميالا ميا إلى بعلبك قبري بعريضة ولصوب البير الشمالي حطوا قبر بعريضة صوب البير الشمالي بلكي بيمرق على الديك بلكي بيمرق على الديك والفاتيحة يجرالي لك والفاتيحة يجرالي يا راكب على عطية حول وارتاح شوية حولي عينك الله يا بشيخ العاشرة بيا يا بشيخ العاشرة بيا يا راكب على عطية ونحول وارتاح شوية لك الشيخ العاشرة بيا والشيخ العاشرة بيا يعطيكم العافية حمودي ضيفنا لك حمودي ضيفنا شغلي ها ضيفنا عصير أهلين أهلين أبو حميد أهلاً أهلاً يا هلا ليش زعلان شبك مهموم هي والله هيك فيا من الصبح شايف منام ازعجني من الصبح نوم ما فقت ايه بدك خبرك المنام يعني هات خبرنا خلص بعدين على رواق انا وياك ليه بده وقت خيي طيب يلا سوي لنا عصير نير غايون سوي لنا عصير يا حياتي يا حبيبي شو النوب وانطون بيسوى النوم تعا يا حبيبي تعا هلا انا وايمان ما بنتفق معك تعا يا روحي تعا من ناحيه النوم ايه اسمع اسمع النوم اسمع ها ما بيصير الواحد ينام لكن النوم باليقظه شو كيف باليقظه يعني يعني مثلا انت نايم رن التليفون بتوعه ايه مش رن التليفون تقول بلي اها يمكن حدا طالبك عايزك صح في خطك نام باليقظة بس توعه بترد كن متأهل بدك تقول شي بيت عتابة معك يا ديك اي نعم اي نعم نعم مشيت معك يا ديك ما قدرت عديك شيء جميل
شيء جميل جدا. ويا خطواتي قد ما مشيت ما قدرت عدك. عدك حلو. كل الكون اليوم عيونه مسلطة عديك وديك بدر شارق فوق السحاب. الله أكبر. خليك واقف. غطايب هالبرد يا الحاف يا حرام وعلى عيني لذيذ النوم يا حرام. غطايب هالبرد يا الحاف يا حرام وعلى عيني لذيذ النوم يا حرام. وانت الخدت روحي يا حرام نكرت يوم عرضك على حساب. دشرنا المنازل والمغازل. دشرنا المنازل والمغازل ومعرفنا المنازل والمغازل. حلو حلو كتير. فحصنا المغازل والمنى زل وضربنا الجهل عالميزان خايب. طيب وقف لعمل الريكشن تبعه. يا عيني انت يا ابو انطو. يعطيك العافية يا ابو انطو. مجودة ورني. هلا بدنا نحكي كلمتين. الله يستر. لا لا ما لا ما فيش. بتعرف انا ما بحكي على انت. انا بحبك كثير. وانا بحبك انتو ايوان. يعني انا بحبكن كثير هذا الشيء واضح مني انا. بس مجد يعني مره سمعتك بلقاء عم تقول لا انا ما بقلد عاصي الحلاني. انا سمعتك بداني. نعم. فانا وقت اللي قلت انت لا ما بقلد عاصي الحلاني عاصي خيي وصديقي وانت خيي وحبيبي. فانا مني لحالي قلت ليش عم يقول مجد لا ما بقلد اخي. لا انا هيك زلمه بحبه وربيت على صوته وما عاد فيني اطلع منه لهذا الشخص. هو قال هيك. احنا قلنا هيك. شو قلت؟ انا قلت اول شيء موجه له تحيه لفارسن اغري عربيه عاصي حلاني. سمعونا ازاي طبعا. هلا هلا انا بحبه وبحترمه هو استاذ. يعني انا ربيت على فنه فعلا بالقاع عنا. وانا انا من الناس اللي كذا مره كنت ببيته. وانا بتربطني صداقه باهله وبخيه حسين. بتربطني صداقه كثير كبيره. حلو. او بالعكس عم تشبه بانسان كثير مهم. عم بسألك كفيلة. لا هلا بدي اسأل. بدي اقول لك شغله بالنهايه. اللي بقلد حضرتك استاذ وبتعرف. اللي بقلد بقلد بغنيه مش بقلد صار له 10 سنين بغني. بس لا بتعرف شو انا والله العظيم بك بعرف. بس يا خيي بسمعك بغمض عيوني يعني والله بشوف عاصي. يعني عم يغني عاصي. يعني معقولي هذا الحب؟ هلا بزمانه سألوا احد الاشخاص قالوا انت بتقلد جورج والسوف الصديق والحبيب كمان. اكيد ما رح قول انا مين الشخص انه قال لا ما بقلده. لا بتقلده. شو عكيف بتقلده لانه العالم حبتك فكروك انت. يعني ما في مشكله. انا قل لي بقلد فلان. انت مجد قديش مولع وقديش متيم بعاصي الحلاني بصوت 100%. شو بعشقه بتحبه كتير. طيب برايك هذا الشيء فادك ولا ضرك؟ فادني بمطارح ودرني بمطارح. وين ضرك وين فادك؟ ضرني اكيد. وبدي ينزل اغاني لالي. ايه بتحط يوتيوب بتحط انترنت بتحط اي شيء. بس نزل لي طاحون الشر. اها هلا كنت بدي اجي لعندها لهي. اوكي. طاحون الشر سمعوه عم يغنوه حدا قال اوه عاصي الحلاني. نعم. عامل شارك مسلسل. نعم. بدون موسيقى بدون شيء. بدي اسمع منه فقره هيك صغيره اكابيلا. حط مايكك لانه ما كتبوا عليه. حطي له للشباب. حطي لهم حطي لهم شغله. يلا بحط لهم ليكي هيك. الطمع عامي عينيهن قالوا ايدن سودا متل قلوبن والشوك الزرعوا بايديهن. بكره رح يطلع بدروبن. كنت صغير وما حدا بيضل صغير. مر كتير وكاس الظلم مر كتير. صابر حتى يقسى عودي
ومن حقي اثبت وجودي. هل والظالم لما بيتجبر بينسى انه الله كبير؟ آخ الله كبير. شو بتقول يا جريس؟ بقول سبحان الله، يعني خيمته الصوتية بتشبه. بتعرف شو انا برأيي؟ صدق اذا بقول لك شغلة، انت لازم تنبسط لانه قد مثلك ما ضرتك. انا بقول لك انه ما ضرتك، ما بتضرها، ليش تضرني؟ بالعكس انا فورا تكل عم هذا عمي كانه صوته، بينما تضل سنه لحتى العالم يعرفوا مين هو. بغني وحدي العم والله نفس صوت عاصي الحلاني. الحمد لله منيح اللي هو عاصي الحلاني، يعني اللي كلنا بنحبه. اكيد ايوان مجد قال هو معشق عاشق لعاصي. انت لمين عاشق بالفن؟ سلطان طرب، جورج وسوف، ذكرنا عبد الحليم قبل من مصر، ذكرنا وديع الصافي. يعني اذا قلت لك سمعني شيء اكابيل لهيك شغله، شو بتسمعني؟ بنقول لابو وديع تفضل. سلطان سمعنا. طول عمرك. تبنى عغيابك ترنا قطيع حاجي تعذبنا، تبنى عغيابك ترنا قطيع حاجي تعذبنا. لا تطل علينا شي نهار لما اول النوك كتبنا، لا تطل علينا مشوار لما اول النوك كتبنا، لا تطل علينا مشوار لما اول النوك كتبنا. تعرف ايوان من وين امه؟ لا ما بتعرفي؟ بعرف من صيدا. لا لا امه بيروت. لبنان. امه قل لها ايوان من وين امها؟ من سوريا. على راسي. من وين؟ من سوريا. من حما. من حما. بتروح لعند بيت جدك على حما لازلت؟ بروح عند بيت خالتي لانه جدي استقر هون من زمان. نعم. بس خالتي بقيت هونيك وبضلني من زورها. بتزوروها؟ في لك ذكريات كثير حلوه بحما، وإن شاء الله الله يفرجه ويعم السلام يرجع كل المنطقة. يا رب يا حبيبي. أنا كيف أكلت حما؟ بعقده الحلويات حلاوة بعقده جبن. والحلو بمطبخ الوالدة أنه بتخلط بين المطبخ اللبناني والمطبخ والسوري، فبتطلع خلطة ما في منها. في أكلة حموية كتير معروفة اسمها فتت المكدوس. تحبوها أنتوا؟ أنا بموت بفتت المكدوس. أنا أقول اللي بتنجان ولبن. إيه. وكملت خلاص. كل بتنجان ليك وهي حطيت لك شوي دوب. يلا فيهم. تفضل وقت لفرجيك. صحتين علوش. تفضلي يلا. صحتين. أوه. اللي. اللي. بعقده. بدك تحبني وتشيل هم ولا ما تشيل هم؟ حبيني ولا تشيلي هم. إيه. حبي اكثر ما فيك. ايه من ايدي راح يشرب سم العين وبترف عليك يا ويلي. كل سهرة عاملين اغنية. ايه لكن مهر العلي وكلمات ابو الحمزي. ابو الحمزي الحبيب رامز خليل اللي كتب لي اغنية علوش. اوكي. هاي الاغنية. رح يشرب سم العين وبترف عليك. حبيني ولا تشيلي هم، حبي اكثر ما فيك. من ايدي رح يشرب سم العين وبترف عليك. حبك مع سبق الاسرى، دربك رح كفي المشوار. حبك مع سبق الاسرى، دربك رح ورح ارميه بمية نار اللي بيرمي وارد عليك. حبيني ولا تشيلي هم، حبي اكتر ما فيك. من ايدي رح يشرب سم العين وبترف عليك.
معقولي عني ضعيف وبانا مفتول سنودي انا علوش مثل السيف وايدي واسم الحاصودة تشعل نار السير بتحكي بتطفي لي ناري بتقلك سر صغير عليك ما بتخفى صاري قلبي تشعل نار السير قلبي بتطفي لي ناري بحبك مع سبق الأسرة بدربك رح كفي المشوار بحبك مع سبق الأسرة بدربك رح كفي لك رح ارمي بميتنا لبي ارمي ورد عليك وحبيني ولا تشيليها حبي اكتر ما فيك من ايدي رح يشرب سم لعينه بترف عليك حبيني ولا تشيليها وحبي اكتر ما فيك من ايدي رح يشرب سم
الصف تحل مصيبة. ابعت وراك قلبي محروق بنار اللوعة، ولي صير داير مثل المجذوب. الدنيا فيني مقطوعة، ويا ريت الأيام تدوم. عمر واسمي مرجوعة مرجوعة، ازواجك بالطبشوع عن قاعدنا المخلوعة. وتقوليني ومشجور، وتقوليني وعلوش، الأستاذ بشوفك حوعة. كنت بلحظات دروسي استنى شي لحظة خصوصي. عالطاير ابعد بوسي بالأوقات الممنوعة، ولي كنت بلحظات دروسي أجمل عروسي. تطول يا علي ممنوعة، وتقولي لي ومشو، وتقولي لي وعلو، الأستاذ بشوفك أوعى. لك يا ريت الأيام تدور وعمدرستي مرجوعة. زيتوني ارسم وجهك بالطبشوعة عن قاعدنا المخلوعة. وتقولي لي وعلوش الاستاذ بيشوفك اوعى. إلى القتال. إلى السباحة. ملوخية. أعشق السباحة. ملوخية أكلتك المفضلة. إيوان. فتت المكدوس. هيها. بعتقد هاي هي. شو علي؟ يعني لبن، مقلوبات، وأكيد في جوا بتنجان. خلص معناتها فتت مكدوس. معناتها. تجي شوفينا لشوف فيها جريس. يلا. تفضلي أنسي جريس. تفضلي. أيوة. شيلي. فيها بتنجان. لحظة يا عمي، لحظة كلها لك. هيدا الكنز. هيدا هي. هي هايوان. تفضل. ملوخية. شو عم تحطي له دواء؟ حطي له شو دواء هي؟ حطي له شو؟ هل قد بحب؟ يلا معلش. مليك شو نحيف، اسم الله ايوان، بينتبه على الرشاقة. مجودي بتفش خلقك بالاكل انت. مجد ملوخية انت. بحبك كثير. يلا هات صحنك. ها يلا. رز بالاول. شو يا مجد؟ يلا مثل ما بدك. اكثر اكله بتحبها شو هي مجد؟ ملوخيه. ملوخيه. ايه بتحبها يعني؟ اذا ترويقه باكلها. ولا والله بحبها كثير. بتاكل بصله؟ شو بدك ابن الضيعه، شو بدي اكل يعني؟ والله بدك تاكل بصل. علي بدك فتيه؟ انا لا عم باكل من هذا مع قرن فليفلو. آه. كول بصل، كول بصل. ما في اطيب من البصل. ما في اطيب منه. تاكل انت بصل كثير؟
لك انا حزول شو ما مشان شيء ما باكله، بس وقت اللي باكله بحس واحد عم يكركرني كل الليل شمي بشربه بيجي لنام بيتعب. يلا ايوان، امك بتطبخ لك اكلات سوريه؟ بتخلط بين اللبناني والسوري امك. وهو اجمالا المطبخين كثير قراب لبعض، قراب قراب كثير، يعني اساسيا نفس المطبخ، بس الفرق سوريا مثلا اخذت من مناطق المحيطه معها شوي، لبنان اخذ من الفلسطيني شوي، والتركي اثر شوي، الايراني مأثر يعني خلطة. لا كله بتعرف شو، كله الاكل مثل بعضه. بس بدي اسال، انا سمعت سمعه عنك انه عندك اطلاع بما يقولون، منيح يا جريس؟ طبعا. انت بتعرف يعني بتعرف اصول مثلا البندوره، اصول الباذنجان، اصول البطاطا، هيك سمعت عندك ايه مظبوط. هات لنشوف اخي. البندوره وين بيزرع؟ ولا البندوره هي اساسا من امريكا اللاتينيه، هي تعتبر فروت فاكهه منا خضره. لما اكتشفوا الامريكيتين خاصه امريكا الوسطى المكسيك وتحت، اكتشفوا في خمس قصص فاتوا بالمطبخ العالمي، رجعت بعدين البندوره والبطاطا، عشان هيك سموها البوم دو تير، يعني بطاطا تفاحه الارض، وتعذبوا لفوتوها بعدين بالمطبخ الفرنسي. الحر كمان الهند بفكروا انه هو مصدره الحر، بس هو كان البهارات الحر والفلايفلي اصلهم من امريكا كمان، الابوكا الاناناس كله امريكا. البصل ما كانت اوروبا بتعرفه، كمان من اسيا هو، وكانوا يعتمدوا بس على الكرات. بعدين لما فات البصل هيدا بتعرفه انت يعني عملت فضول ولا... ايه بحب مش طيب لانه والفواكه الطحينه مثلا جربت شوف شو مصدرها، ما حدا بيعرف، بيقولوا اصدق من عنا لبنان سوريا وفي بايران كمان. حلو. والفواكه التفاح اصله من الاناضول تركيا، بس لبنان وسوريا من ضمن المحيط تبعه، يعني هو يعني نحن معناته نحن اصدق شيء بالعالم هو التفاح من ايام سيدنا ادم. ما هي نحط كرمال تجي حوا تنكر حياتنا، معناته نحن صح. وان الشباب من عندنا هيك اخذوا الاكل صنعوا صناعه. التين من عندنا ومن ايران وليبيا، هيدا ثلاث مصادر تبعي. والزيتون الزيتون من منطقه المتوسط كلياتها، يعني من عندنا كمان من الزيتونه. لا الزيتون من عندنا. حطي له عم بياكل. انا مطالع حسي على المخيط. ايه مش هيك؟ صحتين. ايوان حكينا عقلك امه، انت مجهودي كيف امك بالطبخ الحجي؟ امي عبروني دياتها. شو؟ معلمة. مين امام بكره بتشرف؟ والله بيحصل لي الشرف، انت وجريس وكل الموجودين. يا حياتي ميسي. علمتك امك طبخ؟ لا. ما بتعلمها. بتخاف تسرق لها الصناعة. بس بحب أكلاتها كتير. بتحب ما بتحس حدا بيطبخ مثل أمك؟ ليك مين إجا ليك. أهلاً. يا أهلاً. مساء الخيرات. أهلاً يسعد المسي. كمان جديد. قميص جديد. أهلاً بالشباب. أهلاً. كيفك أنت؟ ماشي الحال؟ أهلين. الشباب بتعرفوا وين، غنيين عن التعريف. أكيد. ملوك الزجل. هلق ديرج ابو الريم يا شباب، كل حلقه بيلبس لنا شيء جديد. لك اليوم قميص جديد، قوم وقف فرجيني الطويه. هسه طويه الوكاله استاذ فيها. هات شو صاير معكن اليوم واحكي لي قصه كبيره يا علوش. اليوم ليش هي ليلى ما كانت القصه كبيره؟ لا اليوم غير. اليوم مبين عنه لانه يظهر قميصه متقاتل ويا شقه على الطريق ومشتري واحد. هلا رح تلاقيه 100 سنه لا شق لي قميص. هي موضوع انت شقه من قهره. انا هو صعب عليك كثير. علوش مختار زلمه كبير. المختار بتعرف المختار حبيبنا بتعرف دائما نحبه، يعني نايم بهالليل مش منتبه. المختار بيسرقوا له الختم. مين مشارك بسرقه الختم؟ حبيب. لا في عنده ورقه بعتها للمختار ليمضيها ليفوت لعندي على الارض، والمختار لانه ممنوع يمضيها ما عم يمضيها، قام راح ختم الورقه بالختم بعد ما سرقه. مين؟ واجى قال لي ليك شو صار فيي يفوت على الارض. حبيب ما راح تمرق عليك يا حبيب، ما راح تمرق. علوش نحن مش مضطرين نربح جميله المختار، في اشياء عم بمرق او اشياء مش عم بمرق، غشي اضطرينا نختم نحن ونضرب بايد من حديد يعني. معناتها طيب هلا عم تقول لي ما بيقدر يشق لك القميص، رايح خذ المختار وخذ. سرقوا يا علوش. اخذنا الخاتم مش سرق، اخذنا الخاتم ختمنا مثل ما بدنا ورجعنا. لا كنت خايف من حدا؟ لا. شو؟ لا شو يعني؟ لا لا ختمت مثل ما بدي ورجعت له للمختار. خراب وبلطوا البحر؟ لك يبلطوا ايه خلص، يبلشوا من هون يخلصوا. حش تحكي يا رامي انت شو؟ دخلت اشوف قل لي شو بدك تقول له. مقهور رامي مقهور. يلا لشوف لعيله.
يلي سرقت باستهتار الختم وعم تعمل دجال. الله. يلي سرقت باستهتار الختم وعم تعمل دجال. للختم بيعمل مختار وللبدل بتعمل رجال. للختم بيعمل مختار وللبدل بتعمل رجال. وللختم بيعمل مختار وللبدل بتعمل رجال. أوف 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 بلبس بدلي بلا جدلي وبختم بالقصر العدلي. طيب 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 بلبس بدلي بلا جدلي وبختم بالقصر العدلي. وانت بجسمك يا عيوق انجأ بتفوت البدلي. وانت بجسمك يا عيوق انجأ بتفوت البدلي. وانت بجسمك يا عيوق انجأ بتفوت البدلي. اوف 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 جسمي جسمي بيشبه عقلي مهم وتقلبس ما بعتازك. جسمي بيشبه عقلي مهم وتقلبس ما بعتازك. ببعت لك من عندي كم مفصل من كم جهازك. ببعت لك من عندي كم مفصل. ببعت لك من عندي كم من جهازي شو بيهمك وكمي فوطة عاتمك. من جهازي شو بيهمك وكمي فوطة عاتمك. ودي لسانك مازال لسانك أطول من كمك. ودي لسانك مازال لسانك أطول من كمك. ودي لسانك مازال لسانك أطول من كمك. أوف 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 أوف. لما نزعت السيف وضعت الموت سبعت فريخ البوم. روس زرعت ظهور قطعت الدم جرعت من الزلعوم. ولما سمعت مزمي ونعت برمت جمعت الناس عموم. خلعت خلعت فلعت شلعت رجعت رفعت الشخصيات. الله ولك الله لك ولك يا لطيف. اوف 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 لك حاجة تتمرجل يا صغير. مرجلتك ما بتفيدك. لك حاجة تتمرجل يا صغير يا صغير مرجلتك ما بتفيدك. لك شو ما أعمل ما بيصير لساني أطول من إيدك. شو ما أعمل ما بيصير لساني أطول. ولك تالليلي انهي امرك تالليلي انهي امرك واسحب روحك من غمرك. رح طول ايدي من الباط وفيها قصر لك عمرك. طول ايدي من الباط يا برح يا مختار من البار. تعملي لنا زلغوطة لبين ما يجي المختار. تعي 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 يلا. بدي اقول لك لك اوف 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 اوف. شمس شبيب شرقت شباشش قعد شرار طهش وكيش. شاشك شلت وشفلك شاش شديته شنطة شاويش. شديته شنطة شاويش. شاهدني شي شي بشلاش شر شريطي شفرة شيش. شايبه بشب شب شدا شاش شمش شخشي شعره شاب. الله
استني بعد ما خلص الوالق على عيني ربك يا انا وبلش يقوس الله اهلين مختار اهلا مختار اهلين اهلين اهلا 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 حبيبي اهلا 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 هلا يوني كيف هلا هلا بالمختار كيف فيك بتحملهم هودي الليله كيف هلق بالدار ليلة وكل ليله اذا انت ما عم تحسن علي انك مختار تعال قعد جنبي هيدا بقول له عيوق وهيدا بقول له يا صغير اقعد جنبي شو بدي اخبرك اوف 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 المختار مطرح ما كان يردو ختمي بدو رجال كبار وانتو صغار ومش قدو ختمي بدو رجال كبار وانتو صغار ومش قدو ختمي بدو رجال كبار وانتو صغار ومش قدو ولك مختار وماشي عالعتم ومش صادق بمواعيدك من ايدك ما سرقنا الختم الختم تبرى من ايدك من ايدك ما سرقنا الختم الختم تبرى من ايدك من ايدك ما سرقنا الختم الختم تبرى من ايدك ختمي لقد المعبورة لو خليني بهالصورة أفضل ما يتعلق فيك وبهالإيد المكسورة أفضل ما يتعلق فيك وبهالإيد المكسورة أفضل ما يتعلق فيك وبهالإيد المكسورة ولك لا تواخذنا نقلنا هيك لا تواخذنا نقلنا هيك هالإيد لطفيت عينيك عرفنا عم تشحد تتعيش كسرناها وشحدنا عليك عرفنا عم تشحد تتعيش كسرناها وشحدنا عليك باسمي تتشحد ممنوع باسمي تتشحد ممنوع ومختارك عارف ماضيك ويا ما عشنا ليالي الجوع حتى لقمتنا نطعمي ويا ما عشنا ليالي الجوع حتى لقمتنا نطعمي يا ما عشنا ليالي الجوع لك كيف بتقنع هالزوار امشي طيب قولوا طيب يا شباب طيب كيف بتقنع هالزوار امشبع جوعي من الماضي وصحنك متل جيابك صار واكتر من راسك فاضي صحنك متل جيابك صار واكتر من راسك فاضي صحنك متل جيابك صار واكتر من راسك فاضي راسي بالجوهر مليان راسي بالجوهر مليان وصحن العالم مرجعها بس عيونك يا جوعان ما في صحون تشبعها بس عيونك يا جوعان ما في صحون تشبعها طيب كتير بس عيونك يا جوعان ما في صحون تشبعها أوف 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 إن أخدوا الختم السرعين تتعصب ما في داعي لك ما زالك من عشر سنين ما شفتك مرة واعي وما زالك من عشر سنين ما شفتك مرة واعي ما زالك من عشر سنين ما شفتك مرة واعي أوفا
مش واعي من عشر سنين الهيئة فائد ذاكرتك ومن غير يصغير مين ما ضيلك عتذكرتك ومن غير يصغير مين ما ضيلك عتذكرتك ومن غير يصغير مين ما ضيلك عتذكرتك أوف 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 هاو أوف 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 هاو لك اوف 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 أوه. لما عتذكرت مضيت جناحك عالزرقا حلاق لما عتذكرت مضيت جناحك عالزرقا حلاق بذكر من يومتها غفيت وبعدك غافيلة هلا وبذكر من يومتها غفيت وبعدك غافيلة هلا بذكر من يومتها غفيت وبعدك غافيلة غافي غافي ومش غفوة مكسوف غافي ومش غفوة مكسوف لكن بمجال فنوني حتى اللي مثلك ما شوف غفيت وغمضت عيوني حتى اللي مثلك ما شوف غفيت وغمضت عيوني وحتى اللي مثلك ما شوف غفيت وغمضت عيوني أوف 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 ما زالك صاير معروف بتغار منعرف إنك بتغمض حتى ما تشوف الناس اللي أفضل منك بتغمض حتى ما تشوف الناس اللي أفضل منك أو بتغمض حتى ما تشوف أفضل مني مين القال أفضل مني مين القال وديك الفن بيشهد لي بيشهد لي قولوا نعم 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 المختار وبس المختار أفضل مني مين القال وديك الفن بيشهد لي ببدلات المثلي رجال ما بتطلع زر ببدلي ببدلات المثلي رجال شو هذا ولغزة؟ فول إن الشباب الطيب. تعب وانطون. ركض 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 ركض. عجل 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 دخيلك يا وانطون. كبسة يد الكون بهد. بشيل الضد بنكزة عود. بكرسي الخد الرمح بصده وما بينعد علي أسود. كبير القد نهي وشد بقد وقد بزت هدود يد بمد الاعدب للدقروم الجد بحرب حجال حلو حلو عندي زنود من الجلمود بهد الطود اللي ما بينهد ملكت حدود بغاب أسود قطفت ورود كراسي الخد حلو. ولما بجود من الموجود بجيب شهود لعند الجد بخلي قرود السود تقود جنود مرود بخوضها طيب طيب ابو عطون طيب والله حلو والله حلو ولا حلو حلو لك يا ابو عطون حلو كثير مالك لك للمشيله ما بيعين لورا على راسي على راسي يا ابو عطون مع الفوطه مع الفوطه ام الياس لا تغاريها أنا بعرف أنا وين أنا بعرف أنا وين ما بغار أنا يا حبيب ما بغار هو لحال وأم الياس كمان في أحلى في أحلى من خبزة كمان أحلى خبيزة صاج في كل لبنان وسوريا وأحلى صوت والوطن العربي معلوم معلوم مجد سمعنا فورا انت انا بدك تسمعني غني انا بدي اطلبها بدي غني لخيي ولحبيبي طبعا لانه صوتك بيشبه صوته بدي غني لعاصي الحلاني صوت الحدى للضيف سمعني هات لنشوف هيا هيا ولا ولا اخوان
ولا ولا عزم زين ركسو حنجالي سرجل فرس مشهول برباع الذهب رمش السينا مكحول بليل بكحل صوت الحيدان الضيف وغناني عرب والسيف يعزم زين ركسو حنجالي سرجل فرس برباع الذهب رمش السينا يا ملك والسيف يعزم سيف ركسو حنجالي سرجل فرس مشهول برباع الذهب رمش السنا مكحول يلعب عالبك يا بي يا
هلق جينا ها ها هلق جينا ها هلا حزر شو هلا عتابة غني لي غنوا له غنوا لي تغني تغني لكم من غني تتغني لنا انا الا انا يلا كم بيت عتابة هاتوا لنشوف هاتوا يا شباب السليلي مثل عنقودها يا بل هل بالسليلي هل علوة هل علوة يموت وحيا بس ليلي تشوف من يبكي علي بملح يا 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 أبا الملازم تهجروا حبي ملازم الملازم تهجروا حبي ملازم لو حطوا على صدري ملازم ألا أنا بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي على بوام الأحباب يا ويل يا ويل حالي يا ويل حالي يا ويل حالي ويلا 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 اسمع السير اسمع مات الهوى بقلبي متحرى ايام مات الهوى بقلبي ما تحرام علي دروب ضيعتك ما تحرام والله مريض بفرشتي وبدي متحرام يضف طلوع عن هاللحم ضايا يا الله 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 الله
اذبح يا زير، اذبح اذبح يا زير. سودا عبانا بس بيضة قلبنا، سودا عبانا بدي بدي عالسوريا بهالليل وديك تيكبر يا جريس بهالقلب وديك. هل بدي عالسوريا بهالليل وديك، هل وديك تيكبر يا جريس بهالقلب وديك. وعند ما اجتمع مجد الفعان اليوم وديك بيحلى السهر والعيش طايا. يا الله 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 الله. هل ما بدي ما بدي بلبلك بالدمع يا حرام، هل ما حد يشوفني وما يقول يا حرام، وانا علي الكيف طول العمر يا حرام، وانا علي الكيف طول العمر يا حرام، ما دام رموشن عني غياب. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. اسمع 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 السير اسمع يا قلبي. لك يا قلبي عن عني ما عوني، لأنه الزمن مرة ما عوني. قلبي عن عني ما عوني، لأنه الزمن مرة ما عوني. العرب شالوا يا ريما ما عوني، اتاكم هيك دمع على ضياي. المبلومك مبلومك انا يا طير عبيتك، هل مبلومك انا يا طير. نعم نعم نعم. هل مبلومك انا يا طير عبيتك، وصار الفن يا علي بطيت عبيتك، هل عبيتك وبديني عند ما دعيتنا، هل وبديني هل وبديني عند ما دخلنا، هل عبيتك طف الخير منه على البواب. لك عيوني تراقب الدربين وتلوج روح من المهان الطج بالدربين وتلوج وروح من المهين الطج وتلوج بقلبي من غرام جمر وتلوج للجمر انطفى وللتلج داي. يا اسمع السير. يلا نختم بهالموال بهالموال. ايه يلا هجرتها وقاصد ديرها،
دياري هجرتها وقاصد ديارها وبحبها دوم كاسات دايرها بنتها اليوم اللبست بنتها اليوم اللبست دايرها الهوى الغربي بلبي للطلع الله أكبر بس بس يعطيكم العافية حبيبتي كتير حلو البيوت كتير حلوة هاتينا نشوف ضيفينا هاتينا نشوف دسير شو الدسير والله الدسير الله يدسر أمورك إن شاء الله بالخير والسلامة تفضل أوهو شو هو؟ مش ضيقة، ضيقة كنافي بجبنة، هاي كنافي بالشوكولا هاي على ايدي؟ شكل لذيذ ايه؟ بس الطعمة عليك انت تحكم ايوه بس ليش ما عملتي لنا كنافي طبيعي بدون الشوكولا اليس؟ انت ضيقة كنافي بجبنة، هلا دوق كنافي لا لأنه مجد وإيوان علي بحبوا الشوكولا انتم بتحبوا الشوكولا ايه حبت اليس تعملون شيء اوريجينال ايه استنوا ايديكي بس انا بدي اسألكن سؤال ايه؟ يعني الكنافي هلا الكنافي العادية هي أكلة عربية ما؟ إيه عربية جزء منه لا الكنافي عربي عربي يعني بالوطن العربي الكنافي إيه بمحيطنا نحن الكنافي وقت اللي رحنا على الشوكولا وعلى هذا الترتيب اتجهنا إلى الغرب إلى فرنسا والقصص وإيطاليا ما هي؟ أجنبي يعني أنتوا أنتوا مع مع التغيير العادات ولا أنتوا هيك بتحبوا؟ بصراحة قصيلهم للشباب قصيلهم إنه عم يحكوا نشوفها أنا رح قصيلهم جديدة علي لا انا مع انه العادات تضل الاساس تبعها بس ينضف لها تتجدد يعني مثلا مثلا اللي شو بينضف يعني مثلا شفنا من شوي المطبخ انه المطبخ التلياني صار من اساسات وقصص ما كانت موجوده بزراعته نعم بالبندوره وغيرها نفس الشيء بمطبخنا اخذين كثير قصص ما ايه؟ الكنافي في قسم منها تركي يعني هي ايه يعني تركي عربي الشوكولا يعني اصلا افريقي يعني فيك تقول الاوروبي فينا نحن نجيبهم نصنعه بطريقتنا يعني انت مع التغيير ما بدك بالحياه قصدك قصدك بالحياه بتحب مش بكل شيء في قصص متمسك بالعادات ولا بتحب كمان تغير لا انا بالعادات يعني مثلا الكنافي هيك بتحبها ولا بتحب الكنافي العادي كنافي خلقت بجبنه يا عيني عليك في بقشطه كمان وهلا بشوكولا شو العادات اللي متمسك فيها انت يا حبيبي يا ابو المجوف انا بجيبوا لك ملعقه كل شيء بيدل على جذوري ببعلبك ايه اكيد هات لشوف بس الواحد بده يتطور يعني احنا نحن لحد هلا بعدنا بناكل امبريش جره شو هي امبريش جره عباره عن لبن ايه بيعملوه لبنه بالجره كبيره نعم مع ملح خشن حلو وبيكسروها بعدين بصيروا يسحبوا منها شوي شوي هي لبنة معزة لبنة بيقولوا لها امبريس امبريس الجرة ايوه ايه هيدي بعدنا لحد هلا بنعملها بتحبوها والكاشك وما الكاشك طيب هالاكلات ما طيبة؟ يعني انا بتعرفي شو صح غريس كلي كلي حبيبتي بدي ادوقها طيب لا والله طيبة لا طيبة كثير انا هلا منا كنافة انا ايه منا كنافة خلص راحت الكنافة خلص انا بتعرف شو بتذكر؟ بتذكر كان بالاول هيك كنا صغار يعني يكون واحد مثلا معه ما ضل معه مصاري معه فرنجين او ثلاث فرنجات اذا ما كان معه تروح تقول له تبع الكنافه يحط لي الفراطه فراط الكنافه للبيت فهمت فراط شو فراطه الكنافه الفراطه تاعت الكنافه اللي بضل هاي النسميد اللي بتزيد يعني. شو اسمها بان بيردي إيه شو عندك من البان بيردو هي افضل بودينج بهاي الخبز افضل لا هي شو بتقولوا عنها انتم شغله كبيره بان بيردي ايه ديسير كثير طيب هاي الاكله مشهوره عندي ايه كثير هذه احزر شو خلص صارت اكلي بيروحوا العالم لعنده بيقول له عملنا هي فراطه ولما احنا كان يجيبها للفراطه كيس نايلو شوفي يقبعين هيك الفرد قبعه يحط نجو شبعه ضل تاكل لحتى تشبع منه هلا هلا هون غالي ولا رخيص ولا ارخص شيء غالي هاي اطيب هاي اغلى شيء لا من بين احنا كانت ارخص شيء في الدنيا هي تروح تشتريها بالمعك شو ما معك ان شاء الله يكون معك فرنك اعطينا هدول بالفراطة اعطيني فراطة شو اخوي معك اليوم نحن ما عملنا لهم بامبرجي عملنا لهم شوكولا لانه بتحبوا الشوكولا بس بيقولوا اللي بيحب الشوكولا بيكون عم بعينه من ماك دافكسيون برافو صح 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 الله يقوي هي هاي يعني من نقص عاطفي عيدي عيدي لخيرك عيدي ايه
بون ابتيتي بون ابتيتي. هلا بيقولوا الشوكولا كثير طيبه بس بتروح الصوت على فكره، ما بيسوى قبل المغنى الواحد ياكل شوكولا. والجبا الجبس البطيخ الاحمر. البطيخ ما بعرف مي منيحه بترطب. هلا عم وقفنا تصوير. ليك ليش لا توقفي تصوير؟ شبه شبه خليكي تتابعي اكون بدك تفكر حالها بدي اوقف تصوير مشان الى الى هذه. كلي يلا كلي بلا تصوير كلي. تعي نخلط بطيخ معها هاي جننتنا. كل ما صار شغله بتوقف التصوير بتكون اندارت على الامور. تاكل بتشبع بتطلع خيو هي ابو بتطلع هي على اساس جماعه اكابر ما بياكلوا كثير. تقعد هيك بتسوي ليه ها ها شبه شبك 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 كيف بياكلوا فرجيني كيف بياكلوا فرجيني لك فرجينا ولك مثل كل هالعالم فرجي لتشوف ها بدي ذوق كنافة بالشوكولا أول مرة بحياتي. اضرب قلي له اضرب هاتي لتشوف بمبردو فرجيني بمبردو نعم علي بكرة بدي أخذك على هذا المطرح وذوقك البامبردو تبقى قلي. أنا إقلا إقلا من الطفولة من زنعومة أظافري كاي لك بلاش ولك بلاش أكلها لك أكلها بسوريا بدي تعميك إياها بلبنان. هوني عم قلك أكلها أكلها خلص قرح قلبي منها مليت منها رحت بزماني سافرت سفرة. طيب إكل كنافة بشوكولا. اسمع ولك ولا بدي أكلها ما رح إقلا ما بدي كل هالأكل. اسمع رحت مرة سافرت سافرت على كان عندي جولة بأمريكا فعملوا معي لقاء الله دخيل اسمه بدي يغضب علي قبل بيوم تطلع الحلقة وكان توري بكرة يعني بأمريكا الجولة فسألوني شو بتحب أكل قلت أنا مطبق الباذنجان مسقعة الباذنجان بحبها يعني بحبها وبس. رحت على 13 ولاية بأمريكا كل ما زور بيت فيقعي لي طنجرة لك يا عمي ما بحبها لك خلص اطلعوا من الطنجرة لك ما بحبها خلص خلص كلي ببردو بدي أرجع على سؤالي شو يا روحي اللي بيطلب الشوكولا او بياكل كثير شوكولا بيكون عنده حاسة مانك دافيكسيون نقص عاطفة نقص عاطفة. انت بتعاني من نقص عاطفة ليش لا ليه بحاجة يعني تفتقد لا. لشخص يهتم فيك كلنا بحاجة لعاطفة. عندك عاطفة؟ اكيد بتخلوني اخدمك ان شغلة عن جد هلا شيلونا من كل شيء وحياة النعمة انا شخص ما بحب كثير انا شخص منفتح للحياه وبعرف كثير الدنيا بعرف لهالدنيا كلها بس بعرف اللي مسلوه العالم لحتى يمشي واللي ما مسلوه. يا هل ترى جدك وستك هدول شوكولا وما شوكولا؟ انا جدي وستي يمكن بيعملوا مذاق الشوكولا اي والله كان عندي عاطفه ما بشوفها اليوم ولا بعد 100 سنه لهي العاطفه. العاطفه بتخلق مع البني ادم. الشوكولا ما بتصنع عاطفه والاكل ما بيصنع. العاطفه بتخلق معك انت يا بتكون عاطفه يا بتكون انسان حقود وانسان لئيم. فكلياتنا عاطفين حبيبي. ها بطلت اكل شوكولا تعي هلا يصير لك شيء ما بضل ببكي عليك 3 ساعات صح ولا لا؟ بس يعني اذا بتنجرحي لا بضل يصير لك غير شيء لا سمح الله. لا 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 بس هيك بيقولوا حفيظة علي. بس بدي سمعك بدي سمعك صوت بدي سمعك صوت. تعي وين حفيظة؟ تفضل اهلا وسهلا بخيتي حفيظة. مساء الخير. مساء الخير. هلا بدنا نسمع من حفيظة موال. اسمعوا لي هالصوت الجميل من حفيظة. سلام. تفضلي. الله يخليك. تفضلي. هيهات يا أبو الزيلوب الله عيني يا مولاي يسلم تمك طول عمرك. يا اهلا يا اهلا بحفيظه. اهلا فيكم. لا تواخذينا ام الياس لا تواخذينا ما نكتر لك شوي هيك متضاربات. هلا والله سكنها الضيعه كثار وكل الاصوات حلوه. نسيها لام الياس خلص راحت من راسه نهائيا. شو راحت من راسك؟ شو راحت من راسك ام الياس؟ تعي ام الياس تعي قول لك وحده تعي تعي يلا تعي حبيبتي معلش سقفوا لي لام الياس. ما فينا تشوف واحد ما يغني إلا بدها تغني. تفضلي. هيهات يا أبو الزلوب
حبيب شو جديدة؟ جديدة كليب أغنية جديدة كلماتي والحانة توزيع وسام غزاوي مغير علي وعم حضر ألبوم على مهل. شو بتقول كلام؟ شو بتقول كلام؟ مغير علي بتقول منو سهل طبعي أنا لكن ما برضى تزعل حبيبي اسمح لي وبحلى بأرضى بحبك أنا إذا المهم والباقي ماضي خلي الهوى فينا الحاكم وبحكم راضي سمعني وعدني وقول إن شاء الله نبقى العمر سوا يا عيني عليك طعمية شوكولاتة مشان نضل سوا ما هي كمان العاطفة كمان غني شو خصني بتطلع فيي رقصك حنان يا مالك سر الهوى والحياة انتو العمر اللي بتحنا فيه سعاد ما بشوف الدنيا حلوين من دونك ما من دونك لا 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 وعدني وقول إن شاء الله نبقى العمر سوا وعدني وقول إن شاء الله بعدك ما في هوا عدني وقول إن شاء الله نبقى العمر سوا وعدني وقول إن شاء الله بعدك ما في هوا يا مالك سر الهوى والحياة انت العمر اللي بتحلى في الساعة سحرك سبحانه حجر بيغوي ما بشوف الدنيا حلوة من دونك ما بتروي من دونك لا 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 ايوا وعدني وقول ان شاء الله تبقى العمر سوا وعدني وقول ان شاء الله بعدك ما في هوا وعدني وقول ان شاء الله تبقى العمر سوا وعدني وقول ان شاء الله بعدك ما في هوا فيني يا قماري ونور المالي حبك علم قول القو غني هلا عمري وقدامي هون يا ناس الجنة على الأرض الجنة وعدني وقول إن شاء الله نبقى العمر سوا وعدني وقول إن شاء الله بعدك ما في هوا وعدني وقول إن شاء الله نبقى العمر سوا وعدني وقول إن شاء الله بعدك ما في هوا بعدك ما في هوا حيو شكرا وين وسام وين وسام لحظة نشوف مجد عنده شريط اغاني عنده كل شيء عنده مين قال لك بعرف مرافقه يعني مجد احزن شو دائما بدق لي مثلا اسمع لي اللحن اسمع لي مجد هذا حبيبي حبيبي مجد صديق أي متى نزل السي دي تبعك الجديد؟ هلا عندي أغنية المفروض قبل رأس السنة
إذا الله رد ومفروض يعني قريبا. أتمنى لك التوفيق أكيد. خلص طالما عم تستشير علي أنت بأيدي أي يعني. أي وحدة بدك تنزل مجو؟ حقول تيتر تبعها بس الكبرى لله. إيه أغنية بتقول الكبرى لله. بتخاف تنسرق يعني إذا كفيت الباقي؟ لا حغني لك إياها هلأ. من بعد الله حبيتك والله، من بعد الله حبيتك والله، حلوة وبعدك عم تتحل عليكي ما شاء الله. طيوبي وأمورة غنوا جز غيورة، طيوبي وأمورة غنوا جز غيورة، لا تكوني مغرورة الكبرى لا الله. من بعد الله أنا حبيتك والله، هل من بعد الله حبيتك والله، حلوة وبعدك عم تتحل عليكي ما شاء الله. طيوبي وأمورة غنوا جز غيورة، طيوبي وأمورة غنوا جز غيورة، لا تكوني مغرورة الكبرى لا الله لا الله لا الله. هيدي الأغنية كلماتي وألحاني. الله يوفقك كتير. آه حلوة. آمين آمين. قبل ما تختموا علي بدي أشكر كتير إيوان أنا، لأنه كان عتلين هم أنه هو من غير لون وغير مدرسة ما في لا كله حبيت تكون لك. أنت كنت وردي كل الألوان تلتقي كل صح. واحد بيقليكي ما في الموسيقى لغة عالمية واحدة. ما لنا علاقة، واحد بيجي بيغني لونه وكل واحد بيغني صح لونه. ما عم بقول له أنت غنيت هلا بيجي واحد هلا قال لك علي هلا اليوم أنا مني يعني أنا اليوم موقعي منه المطرب، بس اذا طلب غني فبعمل غنية مع حدا 100%. ولا كل واحد بغني لونه وبغني اللي بده. شو يعني بقى شرفت ونورت. لك يا اهلا بايوان. كنت كثير سعيد بهالجمعه وعن جد انت شخص قريب اكثر وفعلا مثل اخ لنا كلنا. يا حياتي كنت سعيد كمان تعرفت على مجد كثير حبيبي انت وعليك جريس، وعن جد بشكركم. ان شاء الله يا رب اتمنى لك التوفيق وان شاء الله كمان كثير. بس بالعتيبه العين ما بتعلى عن الحاجه. انت الحبيب لو هل يا علي شو بحبك دخلك عيني ربك، يا علي شو بحبك دخلك عيني ربك، والفو عيني حدك بغني هاي قالو، والفو عيني حدك بغني هاي قالو، هاي قالو هاي قالو شالو طاع شالو يا عينو يا روحي يا مرمى الدلال.
نقرس ويا روحي نقبلي لا تروحي لا تزيدي لجروحي كرمالي وكرمالي هي قالوا هي قالوا شالوا الطاعن شالوا عينوا يا روحي يا مرمى الدلالو هي قالوا هي قالوا شالوا الطاعن شالوا يا عينوا يا روحي ويا مرمى يلا وسطعش مولايا جسر الحديد انقطع من دوس رجلايا انا مشوار مشيت الصيبه ومشيت عصريه يا احباب لا ترحلوا ضلوا العائلة عوايميدا بيت الشوارع المبنية وداخل عائلة عوايميدا ولا حبك جنني وكل شي صاير بالإيدا We'll be right back.
رد هيكله هيكله من له عيد العلي. يلا حيو يا سير العتابة دق اللي عالربابة يا سير العتابة ودق اللي الربابة يا سير العتابة دق اللي الربابة ويا سير العتابة دق اللي عالربابة لما شايف حبايبة القمر خبى حيل يلا شالوا هيكلوا شالوا الطعن شالوا يا عين ويا هاي قالوا يا منيحة ويا مرش راش بريحة هاي قالوا يا منيحة ويا مرش راش بريحة وقد قرص صفيحة ونيال الأكالة هاي قالوا هاي قالوا شالوا الطعن شالوا يا عين ويا روح يا مربط دلالو هاي قالوا هاي قالوا شالوا الطعن شالوا يا عين ويا روح يا مربط دلالو يا عين ويا روح يا مربت دلالو يا عين ويا روح ويا مربت دلالو شكرا شكرا